السلام عليكم ورحمة الله. في مفهوم خاطئ، البعض يرسل لي الكف في اليد ويقول حلل لي خطوط يدي. طبعا هذا قراءة الكف وهذا ما يجوز، لكن حنا نتكلم عن الجرافولوجي وهو تحليل الشخصية من خلال خط اليد، يعني كتابة يدك وليس الخطوط اللي موجودة على اليد. الأسبوع هذا سيكون عندنا تحليل الشخصية من خلال خط اليد، يعني هي دورة مختصرة على السناب نقدمها. بعضهم قال وين موقع الدورة؟ خلك موجود في موقعك وراح تشاهدها على هذه الشاشة التي أمامك. الفكرة أني بحاول أبسط تحليل الشخصية من خلال خط اليد بأبسط طريقة، بحيث أنك تستطيع أنت بنفسك أنك تحلل لأي شخص يعني تشاء بأبسط الطرق. طبعا ما بنعقدها ولا نسويها يعني بشكل كبير، ولكن بحيث أنك تعرف المفاتيح ومن خلالها تنطلق، ممكن أن تضيف لهذا العلم. طيب واحد قال يا أخي أنا ماني مقتنع في العلم هذا، هذا كله نصب واحتيال. أقول لك أنا كنت أظن هذا في السابق، أول ما دخلت أول دورة قلت خلني أشوف الخزعبلات وإيش عندهم، ولكن بعد 7 سنوات من هذا العلم اكتشفت أنه علم جيد وجدير بك أنك تتعلمه، حتى لو أنه خطأ تعلمه لأجل أنك تثبت أنه خطأ يعني. فبعض الأشخاص ينفي مباشرة ولا يتأكد. أحد الأشخاص سألته عن كتاب فقال الكتاب سيء، قلت له قريته؟ قال لا. قلت كيف حكمت عليه؟ قال كذا يقولون. اسمع وخلك مثل القاضي، يعني خلك واقف محل القاضي، يعني كيف تسمع من المدعي والمدعي عليه ثم تحكم بدون عواطف أو أمور شخصية، ومن خلال هذا تستطيع أن تصل للحكم الصحيح. خلينا نتكلم عن فكرة العلم هذا، إيش فكرته بالضبط؟ أول ما بدأ العلم هذا بدأ عن طريق الملاحظة، وهو إلى الآن بالملاحظة تستطيع أن تتعلم الأشياء أو تضيف عليه. فوجدوا أن الأشخاص اللي يكتب بطريقة حادة، هذا سريع الغضب، ردات فعله سريعة، يكون في الغالب قائد حازم. وجدوا اللي يكتب بطريقة دائرية، هذا إنسان اجتماعي وعنده يعني نوع من يعني فن التعامل مع الناس. دائرية أقصد بأن خطوطه تكون بشكل منحني وليس بشكل مثلثات. فبدأوا يركزون على أشخاص وجدوا أنها تنطبق عليهم بعض الصفات من خلال خطوطهم، تتبع الأول والثاني والثالث، فوجدوا والله فعلا الكلام هذا صحيح، اللي يكتب بطريقة معينة تكون في الغالب من 85 إلى 95 تقع عليه هذه الصفات. المقدمات أحيانا قد توقعك في الملل، ولكنه شر لا بد منه، لازم أنك تقدم للعلم هذا حتى تدخل فيه، يكون اللي أول مرة يستمع له يستطيع أن يحضر ذهنه، وأنت تضيف المعلومات، فالتكرار يعلم الشطار. المهم نضع أهداف، إيش الهدف من الدورة هذه؟ أنك تستطيع أن تحلل لنفسك، تعرف نفسك أولا. تقول لي أعرف نفسي؟ طبعا لو عرفت نفسك ما تعرضت لأي ضغوطات ولا كنت سعيد جدا. فمعرفة النفس ترى من أصعب الأشياء، هذه قد تساعدك. اثنين، أنك تستطيع تحلل الأشخاص، تتعرف على مديرك مباشرة، تتعرف على أصحابك، زوجتك، زوجك، يعني تستطيع أن تفهمه أو تثبت الأشياء اللي في ذهنك. يعني لما يكون عندك فكرة معينة وشاك فيها، من خلال توقيعه إن شاء الله أنك تصل إلى أشياء تثبت لك المعلومات السابقة. في البداية احذر من الأشخاص اللي يكتبون على بهذه الطريقة أو في بهذه الطريقة، لأن هؤلاء الأشخاص يعترضون من أجل الاعتراض وليس من أجل إثبات الحق. طبعا عندهم صفات مميزة، أنه شخص يحاكم العقل بشكل عالي، ولكن إقناعه صعب جدا. لذلك إذا جيت تحلل له قل له يعني عبارة تلخبط أفكاره، تقول له أنت في الغالب لا تقتنع بالأفكار الجديدة ولن تقتنع بهذا. يبدأ يشك في معلوماته ويبدأ يحاول أنه يفتح ذهنه لاستقبال المعلومات الجديدة. المفروض أني أعطيك الدورة بهذا الشكل، بحيث أنها تكون مرتبة بالأجزاء الأربعة، ولكن حتى أسهلها لك ما أجعلها يعني معقدة بالتعريف والأشياء. لا، بعطيك الشيء اللي تستفيد منه، أدوات تخليك تشتغل على طول بدون التعقيدات النظرية. يعني هذه جزء من الأشياء اللي ندرسها في التحليل حتى تساعدك، لأجل أنك تكون خبير يعني قد الدنيا. إذا جينا نحلل
نستخدم حنا في الغالب 10 قواعد. أي محلل جرافولوجي لازم ينطلق من 10 قواعد حتى يحلل بتحليل دقيق وشامل. بذكر لك الآن الـ10 القواعد، ولكن احنا بناخذ قاعدة منها وهي تحليل التوقيع. هذه الأساسيات اللي يتكلم عنها علم الجرافولوجي. احنا راح ناخذ رقم 10 وهو اللي في الغالب نبدأ فيه. في الغالب لما تجي تحلل ورقة شخص تبدأ وشيء بالتوقيع، بعدين تنطلق إلى الأشياء الأخرى. نبدأ من هنا من تحليل التوقيع، وهذا يسمى عن طريق القوس والوتر. ليش القوس والوتر؟ لأنه نفس فكرة القوس والوتر، عبارة عن خطوط أو انحناءات، ومن خلالها نتعرف على الشخص، فسموها قاعدة القوس والوتر. لما نجي نحلل التوقيع نضعه في مستطيل أو مربع حسب التوقيع اللي يعطينا، ولكن من المهم لاحظ هنا أنه يحدد التوقيع بالضبط، شوف حدود التوقيع. ثم بعد ما ننتهي نضع علامة زائد بحيث أننا نقسم التوقيع إلى 4 مربعات. بهذا نستطيع أن نسيطر على التوقيع. الآن قبضنا على التوقيع ونبدأ نحاكمه ونحلله. عندنا إذن 4 مربعات. المربع رقم 1، 2، 3، 4، لكل مربع ارتباط معين مع الأشخاص. هذا يوضح لك. رقم 1 اللي هو أنت والأقارب، 2 أنت والآخرون يعني الأصدقاء الزملاء أي آخرون، هنا أنت والبيئة، بيئة المنزل، بيئة العمل، البيئة بشكل عام، المدينة اللي تعيش فيها. هنا الأهداف قد تكون قريبة بعيدة، بعيدة جدا في رقم 4. لو تلاحظ التوقيع، الأشكال اللي مرسومة في التوقيع لن تتجاوز 5 أشياء: إما انحناءات، هذا 1، أو تقاطعات، أو عندك زاوية حادة، أو زاوية دائرية، أو فراغ، أو نقطة. هذه الأشياء 5 لن يتجاوزها التوقيع، وهي إما أن تكون زاوية حادة أو دائرية أو تقاطع أو فراغ أو نقطة. طبعا يدخل في الزاوية الحادة الخط المستقيم، يعني هذا يعتبر ضمنها، وهذا يدخل ضمنها الدائرة، وهذا سواء تقاطع بشكل زائد أو تقاطع بشكل ضرب، الفراغ كما هو فراغ، النقطة قد تكون نقطتين أو 3، كلها لها دلالات معينة. الخمسة الأشياء هذه كيف نضعها على التوقيع وكيف نحللها؟ يعني هي بالشكل هذا، هذا دائرة، هنا تقاطع، هذه زاوية حادة، هنا فراغ، نقطة ما فيه لكن إذا وجدت لها دلالة. فكيف نطبق بين هذه وهذه والخمسة الأشياء اللي موجودة هنا؟ غدا إن شاء الله راح نوضحها بشكل مفصل. راح نستمر لمدة 1 أسبوع مع علم الجرافولوجي، فأهلا بكم. ننطلق اليوم ونكمل درس الجرافولوجي، ولكن خلني أنشط عندك الجانب اللغوي في العقل بهذه الأبيات. يقول الشاعر: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، والحر ضد البرد قول صادق، وجميع أشياء الورى أشياء، ما لي أرى الثقلاء تكره دائما، لا شيء عندي أنهم ثقلاء. بسم الله ننطلق. ذكرنا أن التوقيع لن يخرج عن هذه 5 أشياء: إما زاوية حادة أو دائرة أو تقاطع أو فراغ أو نقط. عاد النقط الأيام هذه كثيرة في السناب مع التحديث الجديد. المهم عندنا التوقيع، بعد هذا التوقيع نقسمه إلى 4 أشكال بهذا الشكل. عندنا المربع 1 و2 و3 تنطبق عليها نفس القاعدة ونتكلم عنها، أما رقم 4 فقاعدته مختلفة. احنا نحلل التوقيع بـ3 طرق. أول شيء نظرة شاملة، يعني تشوف التوقيع بشكل واسع إيش يدل عليه. بعدين نظرة أكثر توضيح ودلالات عامة في الخط. المرحلة الثالثة وهي العلامات هذه 5 وكيف نحللها. ننطلق مع هذه الطريقة. إذا جاء في أحد المربعات 3، إما 1 أو 2 أو 3 زاوية حادة، فمعناه وجود توتر أو علاقة فيها، يعني نوع من الاضطراب بين الشخص هذا والأشخاص اللي موجودين في المربع. إذا خط مستقيم في برضو إشكالية ولكنها أقل، في تواصل ولكنه أقل. أما الدائرة أو القوس فمعنى هذه الندلة يعني علاقة جيدة مع الآخرين أو مع الأقارب حسب المربعات اللي موجودة.
خلينا نركز على النقطتين هذه ومن ننطلق على الباقي. خلينا ننطلق الآن، عندك المربع رقم واحد ويعني أنت والأقارب، ممتاز. إذا جت زاوية حادة في هذا المربع فمعنى أن في علاقة متوترة بينك وبين الأقارب. الأقارب طبعا يمتدون من الزوجة أو الأب أو الأم، يعني حسب القرب الجسدي بينك وبينهم، ويمتد إلين آخر الأقارب. أي صفة قرابة بينك وبين هؤلاء راح تكون في هذا المربع، تبدأ من هنا حسب القرب الجسدي. فالمتزوج أقرب جسدا له هي المرأة، أما غير متزوج فالأب والأم، وبعد هكذا الإخوان، وهكذا حسب القرب الجسدي إلين آخر المربع وهم الأقارب البعيدين. أنت والآخرون نفس القرب الجسدي، الأصدقاء المقربون، بعد الأصدقاء العاديين، بعدين وهكذا الزملاء إلى آخر درجات العلاقة الخارجية، العلاقة الاجتماعية. والبيئة كذلك، عندنا أول شيء بيئة المنزل، بعدين بيئة العمل، بعدين المدينة، وهكذا إلى آخر شيء. طيب واحد واثنين وثلاثة تنطبق عليهم نفس القاعدة، زاوية حادة يعني في توتر، خط مستقيم يعني علاقة عادية، نفس الطريقة الأصدقاء وأنت والآخرون، يعني العلاقة بينك. لما تجيني هنا زاوية حادة أعرف أن بينك وبينه مشكلة أحد الأصدقاء. لو كانت الزاوية الحادة هنا فقلنا حسب البعد الجسدي أو حسب البعد بينك وبين الأصدقاء، فلو جت هنا الزاوية الحادة فأقول أن بينك وبين أحد الأصدقاء المقربين إشكالية، إذا جاء قوس لا دلالة أن فيه يعني علاقة جيدة. وهنا نفس الطريقة، لو جاء زاوية حادة في الجزء الأول فمعناه أن في البيت عندك مشكلة، بعدها يجيك العمل. وطبعا حسب قدرتك على التحليل راح تقدر تميز بشكل أوضح، يعني مع التكرار والممارسة. خلنا نطبق على هذا التوقيع من النقطتين اللي أخذناها، اللي هو القوس أو الزاوية الحادة أو الخط المستقيم. فنجي لهذا، هذا المربع شو قلنا رقم واحد أنت والأقارب، فنجي نشوف هنا عنده يعني قوس أو دائرة، فمعنى علاقته جيدة مع الأخوان مع الأقارب إلين آخر شيء، هذا دليل أن علاقته جيدة مع أقارب. ولكن في عنده إشكالية، إذا كان متزوج نقول له أنت عندك إشكالية مع الزوجة، إذا ما كان متزوج قد يكون الأب والأم. فالبعد هنا الزاوية هذه تدل على نوع من التوتر في العلاقة بينه وبين الشخص اللي في الموقع هذا. وهنا نفس الطريقة اللي هو رقم اثنين اللي هو الأصدقاء، فإذا جت زاوية حادة يا لاحظ يعني عنده مشكلة مع أو في توتر بينه وبين أحد الأصدقاء. هنا علاقته الاجتماعية مع الزملاء جيدة، نجي هنا نفس الطريقة في معنى القوس، يعني أن في علاقة جيدة في البيت أو هو مرتاح للمكان اللي يسكن فيه، كذلك هنا نفس الطريقة، يعني تجد أنه في الأخير فراغ، هذا لها دلالة راح نتكلم عنها. فعندنا واحد اثنين وثلاثة بالنسبة للقوس أو الزاوية الحادة، هذه هي قاعدتها. الآن راح نتكلم عن النقطة أربعة وهي الفراغ، لما يجي فراغ في المربعات ما دلالته؟ لما يجي فراغ عندنا في المربع الأول أو الثاني أو الثالث وكذلك الرابع، دلالة عدم اهتمام، يعني لو جات توقيع متركز هنا وهنا وهنا وما فيه أي خط في الموقع هذا فدلالة أنه ليس عنده اهتمام بالأقارب نهائيا ولا بالعائلة، فتجد مركز علاقاته الاجتماعية مع الأصدقاء والبيئة والأهداف. معنى وجود الفراغ هو عدم اهتمام في المكان الموجود. إذا كان هنا نقول عدم مهتم بالأقارب، إذا كان هنا تجد أنه ما عنده أصدقاء أو قليلين جدا، هنا غير مهتم في البيئة وتحصله يحاول ينقل المنطقة اللي يعيش فيها، إذا وجد هنا يعني ما عنده أهداف، هذا معنى الفراغ. نجي الآن للفقرة ثلاثة وهي التقاطع، سواء كان بشكل زائد أو بشكل ضرب ما دلالته. والتقاطع دلالته سهلة، لما يكون تقاطع بشكل زائد فمعنى هذا شخص حازم لا يغير قراراته، صعب إقناعه أو مراجعته في قراراته، إذا اتخذ قرار من الصعب تغييره في أي مربع يتواجد فهذا دلالته. أما التقاطع اللي بشكل ضرب فهذا إنسان مرن في أفكاره، يغير أفكاره، تجد أنه يتردد أو يراجع أفكاره، يعني يقتنع بأفكار الآخرين، ممكن إقناعه، سهل إقناعه. طيب أحيانا يجيك تقاطع زائد في أحد المربعات وفي مربع آخر يجيك على شكل ضرب، إيش معناها؟ نجي نأخذ المربع، لما يكون عندنا المربع هذا اللي هو رقم واحد التقاطع بشكل زائد فمعنى أنه حازم مع الأقارب،
أما إذا في الموقع هذا فمعناه أنه حازم مع في بيئة العمل أو بيئة المنزل نفس البيئة. لما يجيك هنا فمعناه أنه حازم مع الأصدقاء يعني لو جاء عندنا هنا تقاطع زائد في رقم واحد وفي ثلاثة بشكل ضرب، فمعنى هذا أنه حازم مع العائلة والأقارب، وهنا متردد مع البيئة اللي يعيش فيها والعمل، وهنا نفس الطريقة. فلو وجد عندنا تقاطع زي ما ذكرنا زائد وضرب في نفس التوقيع، نشوف وين المربع، أي مربع موجود فيه، ونقدر نحدد درجة شدته أو حزمه وتردده. طيب نجي هنا للنقطة. النقطة لما يوقع واحد كذا بالشكل هذا، طبعا هذا مو توقيع، لا تحاول تحلله، لخبطه لك يلا أساس ما تحلل. إذا جاء توقيع زي كذا وكانت النقطة في الأسفل، فمعنى هذا أن الشخص حساس. في الأعلى طموح، في البداية يحب البدايات، تحصل نشيط في البداية، يحاول يشتغل ويبذل، لكن قد ما ينهي بنفس الطريقة. هنا يحاول نهاية سعيدة، يعني بعد الاجتماعات وبعد العمل يحب يسوي حفلات، حفلة تخرج، يعني يركز على النهاية، تحصل يحط نقطة في الأخير. هذه دلالات بالنسبة للنقطة الواحدة. لها تحليل آخر وهو حسب المربع. لما تجي نقطة في مربع الأقارب فمعنى أنه لديه اهتمام عالي بهذا الجانب. لما تجي نقطة في الأصدقاء مهتم بهم جدا، البيئة كذلك. فالنقطة لها دلالتين، قد تكون في الدلالة الأولى ثم نجي نحلل لها تحليل أدق، وهو أنه لديه اهتمام في هذا المربع. فيعني نقدر نأخذها من جانبين، الجانب الأول اللي وين موقعها حتى نعرف الشخص، وهنا الشخص اللي في الأسفل تعاملك معهم لازم يكون رقيق لأنهم حساسين وبسرعة يعني يقلبون عليك، وهذا يكثر في النساء النقطة اللي تحت التوقيع. فلنا فيها دلالتين، الأولى اللي هي بالشكل العام، والثانية اللي هو موقع النقطة فين بالضبط. بعض الأشخاص يكون عنده نقطتين في التوقيع، وإذا وجدت نقطتين هي لما يجيك توقيع ثم تحصل نقطتين بالشكل هذا، فأنت لما تضع حولها دائرتين تجد أنها مثل العينين. وهذا الشخص في الغالب هو يراقب الناس بشكل كبير، تجد أنه يهتم في لبسه بشكل مبالغ فيه. لما يدخل في الاجتماعات تجد أنه عنده قلق كبير من مقابلة الناس، بحيث أنهم لا ينتقدونه، فهو يحس أن الناس تراقبه وتنظر إليه بعينيها. وخلني أختم لك بهذه المعلومة. بعض المحللين وجدوا أن أحيانا يوجد رقم في التوقيع بدون أي سبب، يعني لا هو رقم تاريخ أو أي شيء معين في التوقيع، يعني الرقم هذا داخل في التوقيع بدون أي سبب. فبعد يعني محاولة معرفة سبب وجود الرقم في التوقيع، تتبع مجموعة من الأشخاص وجدوا أن يضع رقم، سواء أي رقم، يعني 9 أو 7 أو 5 اللي يكون، وهذا الرقم يعني ما له علاقة في التوقيع، فهذا الشخص لديه نظرات زائغة، يعني ينظر للجنس الآخر بنظرات فيها ريبة. فهذا اللي وجدوه، وحقيقة أنا ما قد حصلت أحد يكتب يعني رقم في التوقيع بدون أي يعني بدون أي رقم تاريخ أو شيء معين، لكن هذا دلالته. اللي يضع التاريخ هذا ذاكرته قوية، اللي يكتب التوقيع ثم يكتب التاريخ هذا ذاكرته جبارة. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سيكون عندنا الدرس الأخير بإذن الله في تحليل الجرافولوجي، تحليل الشخصية من خلال التوقيع. وراح نتكلم عن بعض الأشياء اللي تستطيع أن تتعرف على الشخص اللي أمامك، سواء كان صديق أو مدير أو زوج أو زوجة، ممكن أنك تعرف عليه من خلال بعض الإشارات الموجودة في التوقيع. خلونا ندخل على الدرس. لاحظ هذا توقيع حقيقي لواحد اسمه صباح. في واحد منها توقيع على وثيقة الزواج والآخر على وثيقة الطلاق. وين تتوقع على وثيقة الزواج وين على وثيقة الطلاق؟ الإجابة اللي في الأعلى هذا على وثيقة الزواج، أما اللي في الأسفل على وثيقة الطلاق. طيب كيف نتعرف على الخطوط هذه؟ الخط اللي يتجه للأعلى فمعناه فأل. طبعا بعيدا عن هل الطلاق أنه اكتئاب أو أنه طموح أو بعيدا عن الأشياء هذه، لكن أي شخص يكون خطوه للأسفل ففي الغالب يدل على أنه شخص محبط. أما الشخص اللي خطه للأعلى فمعنى هذا أنه شخص طموح ولديه قدرات عالية
ويفكر المستقبل بشكل مشرق. أما اللي توقيعه بالشكل هذا زوايا حادة كثير، واضح أنه نوع من الغضب. دوائر تدل على الفأل والتعاون والحب والطموح وإلى غيره من الأشياء اللي تدل عليها الأشياء عندما تكون بشكل دائري. الأشياء بشكل حاد لا تختلف، تدل على سرعة الغضب والقيادة والحزم، يعني لها دلالات أخرى، لكن في هذا التوقيع هذا متجه للأعلى، القاعدة اللي نأخذها منه. أما في الأسفل فهو متجه إلى الأسفل ومعناها إحباط. كثير من الأشخاص يقول أنا توقيعي ما تغير منذ كنت يعني في الشباب إلى بلغت من الكبر عتية، ولكن هذا غير صحيح. الحالة النفسية وكثير من الظروف الحياة تجعلك تغير التوقيع. طبعا أنت ما بتركز عليها لأنك غير مختص في هذا العلم، لكن الأشخاص المختصين راح يجدون في ذلك اختلاف. لاحظ معي هذا توقيع أبو نص شنب، هذا هتلر، وعاد يقولون لو أنه بشنب كامل كان دمر العالم، لكن الحمد لله أنه بنص شنب. المهم لاحظ توقيعه هذا عندما في بداية سلامه للرئاسة والقيادة، ثم التدرج في السنوات الحرب حتى وصل لمرحلة الهزيمة. ولو تلاحظ أن توقيعه في الأخير يشبه المسدس، ويقول أنه انتحر بمسدس، ولكن لاحظ اختلاف التوقيع كيف. أيضا الرئيس الأمريكي نيكسون توقيعه اختلف مع تدرجه في الحياة. فلاحظ مثلا عندك هنا قبل دخول البيت الأبيض كان رجل متواضع وتوقيعه صغير، يعني ما عنده أي نوع من الهياط، لكن لما دخل البيت الأبيض وأصبح رئيس لا اختلف توقيعه. ودائما التوقيع الكبير يدل على أن الشخص يبغى يظهر نفسه فيكبر توقيعه. هو أصلا التوقيع يدل على نفسك، فعندما يكون كبير تقول تحاول أنك تظهر نفسك أمام الناس، أما عندما يكون صغير فلا تحب الشيء هذا ولا ترتاح لذا الشعور. لاحظ بعد ذلك لما بداية الأزمة كيف بدأ يتغير التوقيع، لما وقعت كيف اختلف، ولما خرج من البيت الأبيض كيف سحب عليهم وسحبوا عليه، وشوف كيف تغير التوقيع. فاختلاف السنوات واختلاف الأزمات يؤثر على توقيعك. وفي عندنا قوانين عامة للتوقيع، يعني ذكرنا اللي يضع تحت التوقيع خط يدل على أنه يحب يظهر استقلاليته ولا يطلب المساعدة من أحد، لديه مكابرة وغرور وبعض من الأنانية. الخطين يعني الشخص يحب أن يظهر مهاراته أمام الناس، وبرضه يعني يحاول يظهر لهم ويقول لهم ترى أنا مهم جدا. بالنسبة للتقاطعات العمودية اللي بشكل زائد، فهذه تدل على الحزم، ويكون عنيف مع نفسه ومع الآخرين، يعني في قراراته لا يراعي الجانب المشاعري في الغالب. بالنسبة للخطوط الطولية تدل على الشخص أنه لديه قرارات كثيرة وأنه عنيد ولا يتراجع عن قراراته بسرعة. كلما زادت الخطوط كلما زادت صفة العناد، وكلما كان أكثر صلابة في رأيه. اللي يضع اسمه في التوقيع هذا إنسان صريح، قد يجرح بلسانه. لو في أثناء الأكل يعني زوجة سألته ويعطيها الرأي الصريح الصحيح بدون أي مجاملة، وهذا قد يتعرض لنوع من المشاكل في حياته، ولكنه إنسان صريح. اللي يكتب اسمه ويضع حوله دائرة، فهذا يدل على أنه شخص يضع بينه وبين الآخرين ستار في التعامل، سواء كانت الدائرة مغلقة أو مفتوحة. الشرط في هذا أن يكون اسمه واضح وثم يحيط به دائرة، فهذا الشخص كأنه يعني ما يريد أن يحتك مع الآخرين مباشرة. بالنسبة للتوقيع الكبير هذا يدل على الكرم، والشخص يحاول أن يبرز مهاراته للآخرين ودليل ثقة بالنفس، ويعني عنده قدرات ويحب أن يظهرها. كذلك برضو يدل على الفرح والسرور. كلما كان حجم التوقيع أكبر هذا دل على أنه شخص يحب أن يمدح وفيه هياط. بعض الأشخاص والمدراء تحصلوا يوقع بخط عريض في المصدر، هذا 2 ملي أو أحيانا بعضهم 3 ملي. هذا شخص يحب أن تثني عليه كثير ويحب أن يتباهى، يعني الهياط عند واجد، فامدحه كثيرا حتى تحصل على ما تريد. بالنسبة للشخص اللي يوقع الخطوط بهذا الشكل، يعني في نفس اتجاه خط الكتاب، اللي يكتب عربي دائما من اليمين لليسار، أما بالإنجليزي من اليسار لليمين، فهذا الخط نعتبره في اتجاه خط الكتابة الخطوط، وهذا يدل على الحزم والثقة والذكاء.
أما الشخص اللي يضع خط وسط التوقيع فهذا يدل على ضعف الاتصال مع الآخرين، وهذا برضه في نوع من عدم الثقة اللي يوقع. وكثير يسألوني عن التوقيع، الخط اللي يجي بعد ما ينتهي من كتابة اسمه يضع خط في وسط التوقيع وكأنه يطعن نفسه أو كأنه يعني يحاسب نفسه كثير، فيكون عنده ضعف اتصال وثقته أقل في نفسه. أتذكر أحد الأشخاص قابلته فقالوا لي أنه يعني عنده مشكلة نفسية وأنه مريض نفسي، فأنا توقعت أنه يتحايل حتى يترك العمل أو يعني يكلف بأعمال بسيطة، لكني لما شفت توقيعه وجدت أنه يطمس على اسمه بهذا الشكل. الشخص اللي يطمس على نفسه بهذا الشكل يدل على عدم ثقته في نفسه وما يعرف يدير شؤون نفسه، وقد يكون لديه مرض نفسي أو مشاكل نفسية، فتجد بعد ما ينتهي كتابة اسمه يحاول أن يضلل عليه حتى يعني ما يكتشف، ما يعرف الآخرين أنه لديه مشاكل، فما تكون لديه ثقة في نفسه فيحاول يطمس الاسم وكأنه يحاول يخفي نفسه. بالنسبة للشخص اللي يضع خطوط غير متصلة حول التوقيع يدل على عدم الثقة، كما يدل على الشعور بالوحدة. أما الشخص اللي زخرف التوقيع طبعا قد يكون كأنه يرسم رسم، فهذا يدل على حب التفاخر والظهور بصورة المتقن. قد يكون ضعيف على الحكم على الأشياء لأنه يغتر بالظاهر فما يعرف مكنونات الأمور، حلوة مكنونات الأمور يعني الأمور الباطنية أو الأمور التي لا تظهر، فمعنى هذا أنه شخص يعني لديه الظاهر فقط، أما الخافي فما يتتبع ولا يستطيع أن يعرف ما عند الآخرين مكنونات الآخرين. في فكرة يعني تربط لك الأشياء، تجد الدوائر ففي معناها كرم اللي تجيك دوائر وتجد فيها سماحة في النفس. الخطوط المتتابعة تدل على الصرامة والثقة، أما الزوايا الحادة فتدل على شخص قيادي ولديه طاقة عالية. سيولة في الفكر إما أن تجدها مثل الهمزات المتطايرة يعني همزة فوق بعيدة عن الألف، أو تجدها في الانتفاخات العلوية في الدوائر يعني اكتب مثلا العين ولكن تكون في الأعلى أكثر انتفاخا، فتدل على أن العقل شغال صح. مرونة في المواضيع، اللي يكتب بشكل مثل البحر يعني النقطتين يضعها بشكل متعرج، فهذا لديه مرونة. كذا انتهينا من درس التوقيع، رافقتكم السلام، وراح نكمل إن شاء الله في أوقات أخرى، لكن راح نبدأ من بكرة في القصص إن شاء الله.